عندنا thermal stresses and strain. هذه المعادلة اللي مأخوذة من الإعدادية اللي عندنا. الاستطالة الناتجة عن الحرارة تساوي الطول في الفرق بدرجات الحرارة في معامل التمدد الحراري. هنا أنا موجود، هذا إذا مكان محصور من الجهة يقدر يستطيل، هل قد هذا الرقم نقدر نحسبه بهذه النقطة. فلو نأخذ مثلا الطول مترين والألفا هل قد واللي temperature rise من 10 إلى 90، ممكن أن نحسب الاستطالة اللي راح تصير بهذا السلك أو بهذا الجسم اللي موجود، راح تطلع 1.92 مليمتر. نفكر نحتاجها، لو ما نحتاجها نقللها، نكثرها، وهكذا. زين، المشكلة وين راح تصير؟ عندما عندنا هنا حجز للطرفين، لما تحجز هذه عن الاستطالة، هذا يريد يطلع يتقدم، الحائط يقدر يرجع للأسفل. فهنا ايش راح يتولد؟ يتولد إجهاد، ضغط الحائط على الجسم مالتنا. هذا لو نقول انه بالنهاية، انه بالأخير الاستطالة هنا صارت صفر، فلازم الاستطالة اللي المفروض تكون من الحرارة تساوي بعكس الإشارة التقصر من أثر قوة الحائط عليها. فنساوي هذا يساوي هذا، بعدين يطلع لنا الإجهاد اللي يصير هنا. في أغلب الحالات هذا الإجهاد قد يسبب الانهيار. لذلك سوينا إحنا في المباني، سوينا مفاصل التمدد اللي نسميها expansion joint. بالله خلينا نعيدها